تم القصف في مناطق السلع التموينية، ما في كان بعدة صواريخ من قبل حفل ناتو الصليبي الغادر، وطبعا كانت العمارة هذه مسكونة من قبل العائلات النازحة من منطقة مصراتة، حدود 13 عائلة، وفي بعض الأضرار اللي صارت في بعض العائلات، وتم الهلع والحمد لله رب العالمين أن جروح وبعض الأضرار الطفيفة بالنسبة للمواطنين، ولكن كعمارة وكمبنى شوفوا قدامكم أنتم في الهلع وفي المكان هذا المضروب في القصف نتيجة الشظايا ونتيجة الوحش. طرقت مدينة طليطن بقوات الحلف بطليطن بشارع سيد عبد السلام الأسمر، بني بناية دار العاتي، ونتمنى من الله العزيز القدير أن يهلكهم ويهلك فرنسا ويهلك أمريكا ويهلك بريطانيا وللأمام، والكفاح الثوري مستمر، وعاشت ليبيا حرة، ويهلك الله اللي كان في السبب. تعرضنا البارح لقصف زوز صواريخ من الحلف الناتو، تعرض عند المحلات طبعا تصدع ان الصواريخ طلعت من تحت ضربات فوق ونزلت لوطه، طبعا ربنا يعوض ان شاء الله، والحمد لله على سلامه الارواح وما فيش ارواح، لكن الفزعه والصغار والعزايز والشيابين، وان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يصلح الحال، وان شاء الله ربي يلم الشمل، وندعو الله أن يوقف شر القتال ويحقن دماء المسلمين بمناسبة الشهر الفضيل، وإن شاء الله ربي يعوضنا خير، وإن شاء الله ربي يصلح الحال. لو كان يعطوني ذهب وأجبال وراضي، لو كان يعطوني ذهب وأجبال وراضي، شبر على ثورة الفاتح من تمبر ماني راضي. لو كان قالوا لي الصلح ما بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا، قلت لهم هذا كله كلام فاضي. صوب يا عدو صوب، مدينتنا قريتنا شارعنا، يمين الله يمين الله على ثورتنا، ثورة الفاتح العظيمة، ثورة بومنيار، ثورة بومنيار. هذا جدة الشهيد الذي مات في مدينة الخمس من حياة بومنيار، حياة مع محمد بومنيار الشهيد. وتمنى من الله العزيز القدير أن يحفظ هذه الأرض، هذه أرضنا، هذه أرضنا، هذه أرضنا، وللأمام والأمام، والنصر جاي بقدرة الله العزيز القدير بهذا الشهر المفضل الكريم. نتمنى من إخواننا، نتمنى من إخواننا من بنغازي، من نجدابية، من نبريقة، من نحاة، الدولة الليبية، أن هذا الشهر المفضل الكريم أن يوقف علينا الحرب. والله يهلك قوات فرنسا، قوات بريطانيا، قوات أمريكا، ونتمنى للشباب النجاح والتوفيق وللأمام والكفاح الدولي مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.